في شوط اول مثير، الاهلي يتقدم على بيراميدز 1-0 بصاروخيه السوليه. شوط من اجمل الاشواط اللي اتلعبت في الدوري المصري حتى الان. لاعبي النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه، وبصراحه لعبوا شوط بقالهم فتره ما لعبوش بالشكل دوت، لا بالروح دي ولا بالفنيات العاليه دي. ماتش مفتوح من الفرقتين، ماتش كان فيه فرص ضايعه من الفرقتين. نتمنى ان الماتش دوت ان شاء الله يسير على نفس المنوال الشوط الثاني، ولكن الفوز باذن الله للنادي الاهلي. نروح لفاصل، نرجع نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم للنادي الاهلي بهدف لعمرو السوليه، ولكن شوط حلو. الحمد لله. شوط حلو من الفرقتين. بهدف السوليه، هدف جميل الحقيقه. بصراحه. طلقه. يعني وده اللي احنا حسسنا عليه وقلنا قبل المباراه، انت عندك لازم تستغل الضربات الثابته والتصويبات من خارج ال 18. ف انا عاجبني روح النادي الاهلي جدا. صح. بيني وبينك يعني. بتلعب فرقه كبيره جدا، بيعرفوا يلعبوا كوره، بيضغطوا. لعيبه سريعه جدا، انت عندك الايقاع بتاعك عن طريق ديانج وقفشه ومحمد عبد المنعم، والروح العاليه من محمد هاني وياسر ابراهيم وعلي معلول الحقيقه. حاجه انا بقالي كتير قوي كنت بتمنى احنا قاعدين نقول الروح ونلعب ولا. النهارده الحقيقه اللعيبه واخده على مسؤوليتها كل شيء. اللعيبه بتادي النهارده وعندها برضو شيء من الهدوء والايقاع، وبتروح زي ما بلال قال لك احنا النهارده بتوع الكاونتر اتاك. احنا النهارده بتوع الكاونتر اتاك، واحنا النهارده رحنا 4-5 مرات على الجول انفرادات. بقالنا كتير قوي ما رحناش انفرادات على المرمى بهذا الشكل. عدم توفيق شادي حسين خلى المباراه لسه في الملعب. النهارده شادي حسين لو توفق في واحده بس، راسيه واحده من اللي جوله او اللي هي راح على الجول دي وتاخر في انه يصوبها، كنا بقينا في حته تانية، كنا بقينا 2-3 يعني. ماتش كان اتغير تماما، كان حصل احباط للفريق الجيد فريق بيراميدز الحقيقه. برضو هم بيلعبوا مباراه كبيره جدا، ولكن انا اتمنى بنفس الروح، اتمنى بدخول ربيعه واحمد عبد القادر في الملعب هيحصل يشيل شويه عن اللعيبه اللي عملت مجهود كبير ده كله، وتريح بقى الديفندر بتوعك وتغير في طريقه الملعب شويه. ممكن نلعب ب3-5-2 يعني، هتلاقي ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب هيبقى عندها راحه، وكاونتر اتاك اسرع واقوى واخطر، وهتحد من الاثنين اللي في العمق علي جبر واحمد سامي، مش هتخليهم براحتهم يبنوا اي هجمه. فبالتوفيق ان شاء الله الشوط الثاني. كابتن اسامه، شوط اول قوي ومثير من الفريقين، الشوط الثاني فكر الاثنين مدربين ازاي؟ هل مستر كولر هيغير في اسلوب اللعب؟ هل طبعا التاني مش هيغير لانه عايز يرجع للمباراه. هو شوط حماسي جدا، ضاعت فرص من الفرقتين، لكن اهم ما يميز النادي الاهلي النهارده ان في روح عاليه، اللعيبه بتلعب بروح عاليه جدا. صحيح. بصرف النظر عن اي شيء تاني، لكن في روح عاليه جدا. واخص طبعا كتير ناس كتير، بس انا اخص بالذكر الاربعه اللي ورا قايمين بدور وجهد كبير جدا، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. صحيح. طبعا بقيه الناس كلها، بس انا بتكلم على الاربعه دول تحديدا. لان في بيراميدز بعد الهدف ابتدوا يهاجموا بشراسه، سواء من الجانب الشمال سواء من الجانب اليمين. وزي ما احنا قلنا ان في كورتين خطر جدا لينا لشادي، واحده من هاني واحده من قفشه، كانت سهله قوي تيجي جوان. ايضا هم برضو ليهم بعض الفرص، واختارهم طبعا بتاعت علي جبر اللي هي طلعت والجون فاضي حطها فوق العارضه. لكن شوط حماسي جدا من الفرقتين، احنا بنقاتل وبنحاول نفس الشيء هم. انا اعتقد الشوط الثاني بيراميدز مش هيغير دلوقتي، هيفضل بنفس الاسلوب لان هو عايز يرجع للماتش ويتعادل. هي بس احنا عندنا نقطه مهمه، انا شايف ان برونو سافيو كميه جري قليله، علي معلول عليه ضغط كبير، فلازم حد ينزل مساندة. سواء احمد عبد القادر ان يشيله بسرعاته، ان يخف عليه الضغط، ان يلعب لقدام فيتعب شويه الشيبي اللي هو بيلعب ناحيه اليمين ومصطفى فتحي، او حد يكون اكثر قدره في الدفاع يوازن نص الملعب مع عمرو السولية وديانج. فخري عندك فخري
مثلا ويوازن نص الملعب مع عمرو السوليه وديانج، ويفضل قفشه وحسين الشحات تحت شادي حسين. دي وجهه نظري الشخصيه، لكن اعتقد ان الراجل ممكن طالما احنا كسبانين 1-0 مش هيغير دلوقتي وهيلعب بنفس الاسلوب. كابتن عادل، سريعا رؤيتك الفنيه لحد الشوط الاول. يعني الشوط كان في بدايته النادي الاهلي بدا كويس قوي، جه اول ربع ساعه واحرز الهدف وكان افضل في الفتره دي، ولكن سرعان ما رجعت فرقه بيراميدز عملت كام هجمه خطيره عليه، ولازم تعمل حسابها، لازم يبقى في تغييره في الشوط الثاني من بدايه المباراه. وجهه نظري حتى في طريقه اللعب بينك وبينهم لازم ترجع قفشه يبقى مع عمرو السوليه ومع ديانج ثالث في نص الملعب، وتشيل صافي وتلعب عبد القادر وشادي وحسين يبقوا ثلاثه، وينزل حسين وينزل عبد القادر كمان. بس بيلعب بنفس الطريقه؟ لا هيلعب نفس الطريقه. انا بقول لك لازم تغير ازاي. انت تنزل ديانج هيبقى قدام الاربعه كويس، وبعدين يلعب قفشه والسوليه جنب بعض، وبعدين ينزل عبد القادر معاهم، يعني 4-3 وبعدين ينزل او 4-5-1. لا نلعبها 4-1-4-1 علشان حته شادي. ليه؟ لان احنا الشوط الاولاني انا قلت لك نوسع المساحات علشان نقدر نمتلك الكره عليهم. الشوط ده لازم انا بقول لك يعني ضايق واشتغل على الهجمه المرتده، لانهم هيعملوا البلان الثاني وهيهاجموا عشان وهيعملوا وهيعملوا عليك هجمات سريعه وهجمات كتيره علشان يعوضوا، انت تقدر تجيب بالمرتده. ولكن اهم نقطه لازم عبد الله السعيد يبقى مراقب في وسط الملعب، ولازم اول ما تيجي لعبد الله السعيد الكره اللعيبه السرد باكات بالذات عبد المنعم وياسر لازم يخلي بالهم من الانطلاقات اللي جايه من الخلف، لان عبد الله على طول بيلعب الناس مش بلا مش اللي هو الفرد اللي بيلعب، لان واحد عكسيه رمضان او اسمه اسلام. فلازم يخلي بالهم من المان تو مان والماركن شويه في الحته بتاعه الدفاع علشان ما تتخطفش الحاجات اللي وراك دي، تبقى صعبه جدا. حتى شفت كمان الكره العكسيه بتاعت اسمه السرد باك اللي حطها فوق العرض علي جبر. علي جبر، فانت خلي بالك لما بيلعبوا قصير يبقى في تحرك من الناحيه العكسيه، فخلي صحيح. بالك التغطيه لازم تبقى موجوده. صحيح كابتن بلال، تنبأت بما سيحدث الشوط الاول، سيناريو الشوط الثاني للفريقين؟ لا انا مش هتكلم على سيناريو الشوط الثاني على قدر ما انا عايز اقول ان انت لازم يعني يبقى عندك بعض التغييرات السريعه من بدايه الشوط الثاني. ممكن نغير طريقه اللعب، نلعب 4-3-3 تمام. في بعض اللعيبه المفترض تبقى يعني تنزل الشوط الثاني، انا من وجهه نظري صافي يخرج وينزل عبد القادر، شادي حسين يخرج وينزل محمد شريف، هيبقى عندك سرعات في الخط الامامي، يبقى عندك ثلاثه يتميزوا بالسرعه والمهاره. تقدر تستغلهم بشكل جيد، هتقفل في نص ملعبك بشكل كويس، في مساحات دلوقتي تدي 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 مهام لمجدي قفشه ان هو يلعب ثالث في نص الملعب، يعني يتحول من رقم 10 لرقم 8 يعني يبقى بيلعب 3 فلات في نص ملعب، بحيث ان انت تقفل المساحات على فرقه بيراميدز. فرقه بيراميدز بيلعبوا بسرعه جدا وينقلوا كويس جدا في نص ملعبه وبيلاقوا بعضهم بشكل كويس. احنا محتاجين يبقى عندنا زياده عدديه في نص ملعب، ونبقى مقفلين المساحات ونهدى بالريتم شويه ونشتغل على المرتدات السريعه. عملنا كورتين بهجمتين مرتدتين كان ممكن يجوا اهداف. الكره بتاع الاثنين بتوع شادي حسين، بتاع واحده من ناحيه اليمين والثانيه اتلعبت عاليه، كان ممكن تسجل بيها هدف يعني وتخلص الجيم من بدري. وما زلنا بنقول بيراميدز هيضغط بشكل كبير جدا، هيبقى عنده مساحات ليك تقدر تستغلها بشكل كويس. لو استغليت حته المساحات ونزلت لعيبه عندها سرعات زي ما احنا اتكلمنا على محمد شريف وعبد القادر، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتعزيز الفوز او المحافظه عليه. هنروح لفاصل ونرجع بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.